الحمد لله المسلسل اصلا عمل فيدباك هايل ونجح نجاح غريب الحمد لله. ردود الافعال كانت على دوري، كان بالنسبه لي الدور ده مختلف برضو. الحمد لله يعني لحد كبير كانت ردود الافعال كويسه، بس كان في ردود افعال بقى ايه مش مفهومه، اللي هو طب هي ازاي 17 سنه وفي اولى جامعه؟ انا دخلت اولى جامعه وانا عندي 17 سنه مبدئيا، يعني احسبوها كده. اللي ما دخلش سته ابتدائي يا جماعه بيخش الجامعه هو عنده 17 سنه اولى جامعه، عادي عادي. يعني المخرج مش هيفوته حاجه زي دي، وحاسب كل حاجه بالورق والقلم. حتى حسام كلمني قال لي انا حاسب كل حاجه ورق وقلم، ازاي يعني؟ فدي من ضمن الكومنت اللي في ناس قالوا عليا عامله الطفله البريئه بافوره قوي، من ضمن الحاجات السلبيه اللي جات لي. يعني انا ما كنتش عاملاها بافوره خالص، هي انطوائيه ما لهاش خبره ما لهاش. لما يجي لها واحد زي توفيق ده هتنبهر بيه طبعا، وهو اللي داخل لها داخله وهي ما عندهاش اي اكسبيرينس في الحياه، فهتحبه. اذا كان مبهدل اخوها اللي مش قادر عليه، هتقدر عليه؟ هو هتصدقه يعني؟ هتكشفه؟ فيش يعني. بس هو 30 يوم بصراحه كانت تجربه جميله جدا. دي تاني تجربه ليا مع حسام علي مخرج. اول تجربه كانت في بنات سوبرمان، حتى طارق كان معانا. وحسام انا بعتبره اخ وصديق، وهو مخرج جميل وشاطر جدا ومجتهد ويستاهل اللي هو فيه دلوقتي ده يعني. ولسه مع آسر اخويا فعلا يعني. آسر احنا حتى كواليسنا كانت اخويا، مش انا هو احمد خالد صالح، عشان احمد كان اول حاجه ليه ابن استاذ خالد صالح الله يرحمه. فكانت كواليسنا، وبرده ماما سلوى محمد علي، كنا كلنا عيله في بعض، وكنا بنتعامل بجد از فاميلي. ما كانش بيبقى فيه ممثل بقى وممثله وبتاع، اول ما يتقال اكشن احنا اخوات وبتاع، لا احنا اخوات في الكواليس اخوات. هل اتعرض عليكي المسلسلين بس، ولا كان في عروض كتير وانت اخترتي تعملي؟ لا جالي حاجات تانية طبعا بس ما توفقتش فيها. الاسباب كانت ايه؟ لا في حاجات ما نفعتش، وفي حاجات ما دخلتش، وفي حاجات مكملتش. حاجات كده بقى، فما في حاجات ناس تانية بقت مكاني يعني، عادي ده نصيب. بس انا اول حاجه جت لي كانت 30 يوم من ضمن الحاجات اللي مضيتها يعني. بس انت اصلا المعايير الاساسيه اللي بتختاري عليها الادوار، يعني ايه الحاجه اللي بتدوري عليها اول ما بتقبليه؟ بدور على الدور عامل ازاي، اللاين عامل ازاي، هل ده مختلف هيحطني في حته جديده ولا لا، انا هقدر اعمله ولا لا، هقدر اعمل فيه ايه. بشوف الكاست، مخرج، مؤلف، مدير التصوير، يعني الحاجات دي كلها مهمه يعني، دي العوامل مهمه جدا في اختياراتي يعني. بس انا بصراحه هقول لك على حاجه، انا 30 يوم لما جالي انا من قبل ما اقرا الورق انا وافقت، لانه انا الاسماء باينه. غير كده كمان يعني انا كلموني يقولوا احنا عايزينك اخت آسر في المسلسل، وحسام عايزك في الدور. فانا حسام بالنسبه لي اخويا فعلا، وواثقه فيه ومش هيحطيني في حته وحشه يعني.